الله يحييكم يا اهل المندي والكشتات والعزايم، واليوم احلى مندي قدامكم ان شاء الله بنسويه، وبستخدم جدر المندي من بست اليوسفي، والمقادير كلها قدامكم، اللحم وبهارات المندي وخضرة الحمسة مالتي والعيش المشغول، وهذيل قطع الجدر اللي هو الغطا والشبك، وهذا الجدر مال الطبق. اول شيء اسويه احط درجة الحرارة عندي على 240 واحط المؤقت على 120 دقيقة، حزتها سخانة بيشتغل وبيصير لونه حمر، وبكذي احنا ذاهبين. اول شيء زيت الزيتون اصبه بقاع الجدر، وفوقه احط بهاراتي هيلو مسمار ودارسين وورق الغار، وتم احركهم لين تطلع ريحتهم، بعدين احط فوقهم البصل وتم حركه لين يتحمش. وبهارات اللحم هي بصل بودر وبابريكا وثوم بودر وملح وبهارات مشكله مالت اللحم، هذيل نحطهم فوق اللحم عقب ندهنه بزيت الزيتون، وبعدين ننزل بحمستنا الطماط والثوم والفلفل حسب الرغبه. وعلى ما تجهز الحمسة مالتي راح أزهب اللحم، أبدي بالقطع الصغيرة تحت على الشبك وأحط الفاصل وأوزع اللحم كله للريل آخر شيء. وهالعيش منقع ساعة أحطه فوق الحمسة وأحركهم شوية، عقب أضيف الماي لين حد العيش، والحين شوي شوي أرفع الشبك وأنزله بالجدر، عقب أغطيه وأقفل الغطاء فوق الطبخة، أرد المؤقت مالي 120 وأنزل درجة الحرارة لين 180. قبل ما يخلص الوقت أبطل الجدر مالي ويا باي، شوفوا بس اللحم شلون تحمش، وحطوا ببالكم أن الدهن اللي فيه هذا كله قاعد ينقط على العيش، فأنت قاعد تحكي عن اللحم ببهاراته بنكهة العيش مال المندي الأصيل. وشوفوا شلون العيش كل حبة بروحها مضبوطة الطبخة مالتنا. الحين عندنا احنا الحامل نحطه داخل الجدر، بعدين نمسك قطعة الحديد هذه بالقطعة الثانية ونرفع الجدر شوي شوي لان الجدر بيكون حار حزتها، النزلة وحزتها نقدر ننشب. وبكذي خلصنا من احلى مندي لحم على كيف كيفكم، الجدر المندي من بست اليوسفي، بحبة نثرية وسهلة، وسلامتكم.